صباح واهلا وسهلا على القناه. اليوم بدي اتحدث معكم عن الاعلانات اللي عملتها شركه ابل على التليفون تبعهم الجديد الايفون 14. شغله وحيده لازم تعرفوها خاصه اللي عايشين بامريكا، هلا هيدي معقوله ما تاثر فيكم اذا بالدول العربيه، بس اذا حتشتروا تليفون ايفون 14 بامريكا ما حتقدروا تستعملوا السيم كارد معه، لانه بامريكا كل التليفونات الايفون حتكون مستعمله الاي سيم. شو معناته هذا؟ كيف حتأثر على التليفونات خاصة إذا عم تشتروها وبتكون تسافروا؟ ومش بس هيك، كيف حتأثر على تليفونات الأندرويد بالمستقبل؟ يلا أنا طارق، شكرا جزيلا على كل الناس للاشتراك. خلينا نتحدث عن الآيفون 14 وعن السيم كارد اللي ما حتجي معه. عملوا لايك وسجلوا على القناة حتى دايما تعرفوا لما ننزل لكم فيديوهات جديدة. وأول شيء بدي بلش أتحدث معكم بدنا نتحدث شو الفرق بين الإيسم والسيم كارد العادية. لما عادة تشتروا تليفون هلأ بالأيام هيدي بأي بلد، بأوروبا، بالدول العربية، بالهند، مطرح ما بدكم، بتجيبوا السيم كارد. هيدي السيم كارد بتجي من شركة تليفونكم، مش مهم هيدا، بس المهم هيدا الموجب الموضع تبع انه بتجيبوا السيم كارد لحساب تبعكم، اسمكم لحساب تبع التليفون، لتقدر تعملوا مكالمات، تبعوا تجيبوا مكالمات، تستعملوا الداتا، تعملوا اللي بدكم اياه على التليفون. لازم يكون في سيم كارد. التليفون ما بيعرف يشتغل لوحده من غير السيم كارد. هلا بالنظام الجديد اللي عم تنزله ابل، بعد مثل ما عم نعرف هلا على القليل بموضوع، هلا عارفين انه بالدول الامريكيه بس ما عم بيحطوا لنا السيم كارد، برات امريكا مفروض يكونوا السيم كارد موجودين، بس ما بنعرف لقد ايه حيضلوا هالموضوع، عشان هيك عم بتحدث فيه الموضوع. سو بنتحدث عن السيم كارد، هذا اللي نحن بنستعمله. في عندنا كمان تليفونات ثانيه بنقدر نحط في اثنين سيم كارد، وفي تليفونات ثانيه بنحط اثنين سيم كارد مع الميموري كارد، في عده شغلات. هلا الايفون 14، ال 14 بلس والبرو والبرو ماكس، اربعتهم ما حيكون فيهم سيم تري بامريكا، معناته لازم نستعمل شغلة اسمها اي سيم كارد، الالكترونيك سيم كارد. هيدي معناته نفس المعلومة الموجودة بقلبه للتشيب الصغير اللي بنحطها بقلب التليفون، السيم كارد العادية حتكون موجودة بقلب التليفون، الاي ام اي اي محطوط بقلبه للتليفون، معناته ما مفروض نحط شيء ولا نقيم شيء. اذا بدنا ندور حساب جديد بنتصل بشركة التليفون، بنعطيهم الاي ام اي اي وبنقول لهم الموديل تبع التليفون تبعنا، كل شيء بيمشي، مفروض نقدر ندور التليفون عادة. هذا هو الفرق بين اثنيناتهم، والموضوع صراحة انه اثنيناتهم بيخلونا نستعمل تليفوناتنا مثل ما بدنا اياهم، بس حنتحدى شوي شو في فرق بيناتهم هلا وشو اللي بيصير فينا لما بدنا نحاول نغير شغلات، خاصة شو اللي قالت عنه شركة ابل انه السبب اللي هن عم بيعملوا لانه قيموها للسيم تري منه للتليفون وليه بيفضلوا الايسم. هلا اللي بالمؤتمر هن قالوا انه السبب من الاسباب اللي هن قيموا السيم تري منه للتليفون هي سموها السكيورتي. ليه؟ لانه لا سمح الله ضيعته التليفون بيكون اقل شانس ان حدا يقدر ياخذ السيم كارد منه للتليفون وحط السيم كارد تاعيتهم بقلبهم ليقدر ياخذوا ويستعملوا التليفون تبعكم. هلا هيدا مزبوط، هيدا معمول للسكيورتي، يعني معقول انه في حدا ياخذ التليفون بيستعمل الايجكتور تول بيقدر يقيمد السيم كارد بحطه تاعيتهم، بس نحن كلنا بنعرف انه تليفونات الابل هذول ما فيكم مجرد ما تحطوا سيم تري بقلبهم وسيم كارد جديده انه التليفون يقلب لعندكم فيكم تستعملوه. الحساب مسكر عليه، الحساب معمول بس لحساب واحد، واذا ما بتعرفوا الكود عليه للتليفون حتخسروا التليفون، معناته عم تعملوا لوك ما له نافع. تليفونات ايفون من التليفونات اللي عندها السكيورتي مزبوطه، معناته التليفون الايفون 12 ال 11 13 ما نزلت منهم السكيورتي لانه ما عندهم، لانه عندهم السيم تري. هيدي شغله بالنسبه لي يعني بيقولوها انه عم تعطيكم سكيورتي زياده، بس صراحه ما بتفرق شيء، هيدي هي مزبوطه سبب من الاسباب اللي هن بدهم يقولوه، بس الصراحه التشغيله للتليفون استعماله للتليفون حيضلوا نفس الشيء، وكل التليفونات الايفون الثانيه اللي موجوده عندنا مجرد يكون عندكم اخر شيء النظام تبعهم للتطبيق تبعهم جديد ما حيكون عندكم اي اشكال. والشغله الثانيه كمان بعتقد قالوها انه بابا في عندنا شغلات نقدر نقيمها ونحطها بقلب التليفون، لانه ما حنحتاج لعبه السيم تري تيتون، اذا ما عندنا وحده وعم نستعمل الايسم حتنقيم هذه البورت منه للتليفون بصير احسن، وما بيكون اي شانس انه نكسرها يصير شيء ولا حتى يفوت مي على التليفون. سو من هالناحيه هيدي بيكونوا شغلات بنقدر نستفيد منها اذا قاموا السيم تري وحطوا لنا الايسم بقلب التليفون. الشغله بالنسبه لي انا اللي بتنط فيه انا، لانه انا بحب سافر كثير، سو خليني اتحدث عن الشغلات اللي قلقتني شوي. لما بتسافروا لما بتنزلوا لبلد تاني مثلا رايحين من الدول العربية على أوروبا على أمريكا ولا شيء هيك، أنا بالنسبة لي لما بعمل هالسفرات تاعيتي بشتري سيم كارد من البلد اللي أنا نازل فيه. بأوروبا ثلاث أرباع الوقت بروح عليها بشتري هونيك السيم كارد من شركة تري، هذه شركة التليفون بأوروبا بلندن، بتاخذوا سيم كارد وحده بتركبوها بالتليفون، والحلاوة فيها إنه بتشتغل بثلاث أرباع أوروبا مش بس بلندن، وبتعطيني هاي سبيد. الفايدة من هالموضوع إنه هنيك بتوفر علي مصاري كتير بدل ما استعمل شركة تليفوني هون من أمريكا لأعمل انترناشونال ديتا بقلب هالبلد. هيدا بيسبب لي أول شيء المبلغ بيكون كتير غالي، ويمكن ما يعطوني النظام اللي أنا بدي إياه، ما يعطوني الجيجا بايت اللي محتاجها، والسرعة تاعيتها بتنزل، وبعدين بيصير في تشريج وما تشريج، هتخبص العملية كلها.
تليفوناتنا هلا ثلاث ارباع بنقدر نعملها. المفروض كمان انه يكون الايفون بالدول العربيه يكون نفس الشيء، ما حيكون عندكم اي اشكال. بس مثل ما قلت لكم لا سمح الله صارت العمليه هيدي وقيموها من كل التليفونات، بابا حيكون عندكم هالاختيار. فينا ننزل عده اي سيمز بقلب الايفون 14 هلا، بتحطوا عده اي سيمز، بس لما بتكونوا انت ببلد ببرات بلدكم انتم ما فيكم تفتحوا حساب جديد، لا فيكم تعملوا حساب جديد لانه ما عندكم لا حساب البنك بهالبلد وما عندكم ادرس بهالبلد لتفتحوا حساب معهم لتوفروا مصاري، حتنجربوا تدفعوا المبلغ اللي شركه تليفونكم تعيدكم بتعطيكم اياها. هيدي الشغله بالنسبه لي بتاخذ امكانيات كنا نحن بنستعملها طول الوقت وفينا نعملها امتى ما بدنا، وهلا صار بدنا ندفع زياده لانه تليفوننا جاي من هالشركه، فهي شغله لازم نهتم فيها. واهم شيء شغله تاني كمان، رغم انه فينا نحول الحساب تبعنا الاي سيم من ايفون لايفون مع استعمال البروتوكول تبع البلوتوث، معناته بنحوله بالبلوتوث من تليفون لتليفون، هيدي ما بتمشي الا بين ايفون وايفون، ما بتشتغل مع اندرويد. اذا عندكم اي سيم مع شركه على تليفون اندرويد وبدكم تقلبوا على الاي او اس، لازم تتصلوا بالشركه وتظبطوها. نفس الشيء اذا بدكم تقلبوا، بدكم تغيروا شيء بالحساب، بدكم تظبطوا شيء حساب جديد، كل هذا بده يظبط. صار المعاملات كلها على تغيير الهاندسيت تاعتنا، التليفونات اللي بنستعملها لازم نتحدث مع شركة التليفون، لازم هني يعرفوا شو هو الهاتف اللي نحن عم نستعمله. ومش بس هيك، إذا هني ما بيحبوا هالهاتف، ما بدهم ينزلوا هالهاتف على شركة على الحساب تبعنا، ما فينا نستعمل الحساب تبعنا بسبب هالشغلة. هذا نعمل إنه نحن نفس الشيء إذا صاروا إنه قيموا السيم تري من تليفونات تانية. ليه؟ حنتحدث بموضوع بعد فترة صغيرة، لأنه هذا السبب اللي بيصير شركة أبل اللي بتعمله بيسموها ترند. هيدي معناته الناس بتنزل هذا وبيصير موديل للشركات التانية اللي تبلشها. ايمونا الهيدفون جاك، ايمونا الشجار بقلب العلبة، وايمونا الشريط. سامسونج ضحكت عليهم اول شيء وبعدين فتحت وقيمت الغراض تاعيتها نفس الشيء. صار عندنا علب هلا نحن هالقد بيكون نحيفين لا شجار لا شريط ولا هيدفون جاك، وكل سنة عن سنة عم نقيم شغلة شغلة. هلا انا بعرف هيدي بتساعدنا على البيئة، في عدة شغلة هونيك ما عندي اشكال، انا بس عم بحكي انه على النظام هيدا كالمود. الابل بتنزل شغلة والشركات التانية بتبلش تعملها، معناته قريبا تليفون اندرويد وبيعقول كمان انه كل تليفونات الايفون تنامن هون السيم تري بالبلاد كلها، ومعناته حتصير هالشغله بتاثر علينا اكثر واكثر بالمستقبل. هلا امنيتي انا مثل ما صار بالشجر ومع الشريط تبعه، مش كل التليفونات عم تعمل، مش شركه التليفونات عم تعمل نفس الشيء، بس عم نلاحظ انه بكثره كثير مثلا البيكسل والسامسونج، حتى عم نشوف سوني كلهم عم بيقيموا الشجر بقلب العلبه. بس هذه الشغله بدنا ننتظر ونشوف شو بيصير. المهم إذا أنتم بسطتوا اليوم وشفتوا كل الإعلانات اللي عم تشارك أبل، أنا ما عم بحاول أخذ أي شيء من هالإعلانات تاعيتهم، التليفوناتهم كلها حلوة، الشركة عملت تعد شغلات منيحة، الأبل واتش الألترا، الآيفون 14 بلس حلو كتير، بيعطينا الشاشة الكبيرة والبطارية كبيرة من غير ما ندفع على البرو ماكس، هذه كتير منيحة. وكمان شفنا إنه حطونا الإيربودز برو جديدة تاعت 2022 مع سبيشال أوديو، عدة شغلات نزلوها حلوة كتير، أنا ما عندي أي إشكال فيهم. بس الشغله اللي متحدثوا بقصه الاي سيم وعلى السيم كارد اثرت علي شوي، لانه بالنسبه لي انا رغم انه هيدي ما عم بتاثر فيه كتير هلا، انا ما بستعمل ايفون، بس بالمستقبل هذا كل هذا حينزل علينا وبيصير نفس الشغلات لعنا بالدول العربيه ونشوفه بتليفونات ثانيه. خبروني قولوا لي اذا هيدا بتاثر فيكم شيء، واذا انتم عم تفكروا تجيبوا التليفون من البلاد الامريكانيه لتنزلوه على الدول العربيه، اما اذا انتم ساكنين بامريكا يعني نفس الشيء بياثر فيكم لما بدكم تنزلوا على الدول العربيه، ما فيكم تغيروا الحساب بمجرد ما انتم بدكم تحيروه، لازم يكون عندكم حساب ثاني او تليفون ثاني هلا، لانه ما بقى فيكم تغيروا السيم تري من الايفون 14. يلا بشوفكم ان شاء الله بالفيديو جديد، شكرا جزيلا على كل الناس المشتراك، مع السلامه.